أسرة 199. يقول لك طبقا لبيانات الدائرتين 1 و2 تكون قراءة الأميتر بالأمبير وقراءة الفولتميتر بالفولت كام. تعال كده نبدأ مع الدائرة الأولى. الدائرة الأولى عايز أجيب قراءة الأميتر. شايف الأميتر ده هيقرأ تيار مر بالبطارية، لو مشيت مع التيار اللي مر بالأميتر كده هيمر بالبطارية. يبقى أنت كده بتسأل على تيار كلي، ما تقوليش بقى في على ار. هنا التيار بدلالة القوة الدافعة الكهربية وليس فرق الجهد، فالاي توتال كان الاي بيساوي، يعني نحلها تحت كده قانون شدة التيار، كان الاي بيساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول. فلما تيجي تحسب التيار للدايرة دي الفي بي على الرسم هيبقى 10 على ار توتال. لو ركزت في المقاومات الخارجيه شايف هنا في نص، وبعد معلش بقى انا خرجت التيار من السالب مش مشكله، يعني انا مجرد بس كنت بفرض لك التيار نص، وهنا واحد، يبقى كده الاثنين دول مع بعض تقول 1.5. ما عادش في مقاومات خارجيه تانية، يبقى المقاومات الخارجيه كانت 1.5 زائد المقاومه الداخليه موجوده قدامك اهي بنص امبير، بنص اوم، طلع بتساوي 5 امبير. يبقى قراءه التيار الدائره الاولى 5 امبير، فالخمسه موجوده في الف ودال. اما الفولتميتر، الفولتميتر عندي موجود بين طرفي مقاومه، ففرق الجهد بين طرفي مقاومه كان بيساوي اي في ار. الاي لسه حاسبينه من شويه بخمسه، والار بواحد، واحد في خمسه برضو بخمسه، فموجوده في الاختيارين الف ودال. تعال نخش على الدايره الثانيه. نفس المطالب، طالب شده التيار وطالب فرق الجهد. شده التيار ايضا هو تيار مر بالبطاريه، اذا تيار كلي في بي على ار توتال زائد ار سمول. الفي بي بعشرة على الار توتال، هنا نص وهنا اتنين، يبقى كده المقاومات الخارجية 2.5. المقاومة الداخلية مفيش مقاومة داخلية طلعت بصفر، خلاص يبقى في بي على ار طلعت باربعة. شد التيار طلع باربعة امبير، يبقى كده مبدئيا هيبقى الاختيار ده. بس تعالى نكمل ونحسب فرق الجهد كمان. فرق الجهد على المقاومة 2، فرق الجهد على المقاومة كان بيساوي اي في ار. التيار طلع باربعة والمقاومة 2 في 4 ب 8 فولت، يبقى الاختيار رقم د. السؤال اللي بعده، في الدائرة الكهربية المقابلة تكون قيمة شدة التيار اي، هي فين التيار اي؟ اهو تيار مر بالبطارية 12 فولت، وايضا مر بالبطارية 3 فولت، اهو مر بالاتنين. عندك كده بطاريتين والتيار ده تيار كلي، فكان بيساوي الاي بيساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول. المقصود بالفي بي هي محصلة القوة الدافعة الكهربية على ار توتال زائد ار سمول. محصلة القوة الدافعة الكهربية شفناها في الشرح، لو البطاريتين على التوالي ومعا في نفس الاتجاه جمع، ولو البطاريتين على التوالي ومتضادين طرح. ده بعرف منين ان هما متضادين؟ تعالى كده للتيار، البطارية 3 فولت ده اتجاه القطب الموجب بتاعها، والبطارية 12 فولت ده اتجاه القطب الموجب بتاعها. هل كده التيارين هيتقابلوا؟ ابدا. يبقى كده البطاريتين دول متضادتين، يبقى 12 و3 يبقى محصلة القوة الدافعة الكهربية حاصل طرحهم اللي هي 9 فولت. على المقاومة الخارجية، تعال نشوف المقاومات الخارجية في المسألة دي تتحل ازاي. 4 و12 مع بعض توازي، 4 في 12 على 4 زائد 12 طلع بيساوي 3. التلاتة والخمسة مع بعض توالي بتمانية، التمانية والـ24 مع بعض توازي، محصلتهم بكام؟ 8 × 24 على 8 × 24 طلع بتساوي 6. المحصلة دي كلها كده بستة، يعني لو قعدت رسم المسألة من تاني هتبقى بالشكل ده كده. خلصنا البطاريتين دول 3 و12 طلعوا ب9، وطبعا هتكون في اتجاه البطارية الكبيرة. شايف القطب الموجب بتاعها فين؟ اهو، ومقدارها 9 فولت، وكان في هنا بطارية مقدارها مقاومة عفوا مقدارها 3 اوم. ولما خلصنا الفرعين اللي فوق دول طلعوا مع بعض ب6 اوم. واحد يقول لي كان في هنا بطارية، لا ما انا خلصت البطاريات واصبحوا الاتنين محصلتهم ب9 فولت. يعني كده ايه علاقة الستة بالتلاتة؟ شاطر، بتوالي مع بعض، يبقى كده المقاومة الخارجية طلعت ب9 اوم اللي هو المحصلة بتاعتها. عوض بقى في القانون بتاعك، الاي كان بيساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول، الاي هيساوي الفي بي ب9، محصلتها طلعت ب9 على الار توتال ايضا ب9.
طب الار سمول، هل في هنا ار سمول؟ مفيش. في هنا ار سمول؟ مفيش. يبقى 9×9 بـ1 أمبير، 1 أمبير لاختيار رقم ألف. يبقى كانت اللخبطة كلها هنا إن أنت عندك أكتر من بطارية، شفناها كتير في حصص الشرح، عندك أكتر من مقاومة درسناها في توصيل مقاومات بما فيه الكفاية. خلصنا المسألة فطلعت 9×9 بـ1 أمبير. السؤال 201: دائرة كهربية تحتوي على بطارية قوتها ومقاومة خارجية قيمتها 4 أوم، كده المقاومة الخارجية، وفولتميتر متصل بين قطبي بطارية. إذا كان قراءة الفولتميتر والدائرة مفتوحة، يعني في حالة عدم سحب تيار من البطارية، فكانت عندها الـ V بتساوي الـ VB، يبقى كده الـ VB بـ7 فولت. وقراءته والدائرة مغلقة، دي الحالة المعتادة، كانت بتساوي 5 فولت. فإن قيمة المقاومة الداخلية بكام؟ عايز قانون يحسب المقاومة الداخلية. بدأت أفكر، يقولوا المقاومة الداخلية ظهرت معايا في قانون إن الـ V، طالما فرق الجهد بين طرفي البطارية، كان بيساوي VB ناقص IFR. لقيت إن فرق الجهد موجود، والقوة الدافعة كمان موجودة، والمقاومة الداخلية مطلوبة، بس الـ I دي مش موجودة. السؤال ده لازم يكون مديلك قيمة الـ I، يا إما يديلك معطيات تحسب منها شدة التيار. فالاي مثلا كان قانونه في بي على ار توتال زائد ار سمول، او في بي ناقص الفي على ار الداخليه، والقانونين مش هتقدر تعوض بيهم. ففي غلطه هنا في السؤال، ان هو لازم يكون مدي لك قيمه شده التيار. فمعلش افترض ان في معطى ناقص، ان شده التيار 1 25/100 امبير، ويبقى كده الفي هنعوض عنها بـ5 فولت، الفي بي هنعوض عنها بـ7، ناقص الاي قلنا هنعوض عنه بـ1 25/100 كمعطى ناقص في المساله. طب كل مسألة هنعوض بـ1 25؟ لا، هو انا حليت المسألة وحطيت لك الفرض ده، يعني اكتشفت المعطى الناقص، هو بيكون مديها لك كمعطيات عادية جدا. في المقاومة الداخلية ار سمول، بمجرد ما تكتبها على الآلة، 5 يساوي 7 ناقص 1 25/100 في اكس اللي هي الار، طلعت معاك قيمة الار بـ1.6، اختيار رقم ألف. سؤال 202: بطارية قوتها الدفعة الكهربية 12 فولت ومقاومتها الداخلية نص اوم، يبقى كده القوة الدافعة الكهربية 12 فولت والمقاومة الداخلية نص أوم، وعند توصيل مقاومة خارجية قيمتها 5.5 أوم، بين طرفي البطارية فإن فرق الجهد بين طرفي البطارية. كنت دايما بغني لك أغنية كده في الشرح، أقول لك إيه، مفيش فرق جهد بدون شدة التيار، مفيش فرق جهد بدون شدة التيار، ولو عندك أميتر أو فولتميتر يبقى الأميتر له الأولوية. فين هنا شدة التيار؟ مش موجودة. يبقى الخطوة الأولى قبل ما تحسب فرق الجهد تحسب شدة التيار. شدة التيار قانونه الـ I كان بيساوي الـ VB على R total زائد R small. الـ VB موجودة والـ R total موجودة والـ R small موجودة، عوض تعويض مباشر، 12 على الـ R total 5.5، المقاومة الداخلية بنص، يعني كده بقت 12/6، طلعت بـ2 أمبير. الخطوة التانية، فرق الجهد على البطارية كان الـ VB يساوي الـ VB ناقص اي فار، الفي بي ب12 ناقص اي فار، الاي طلعت معانا ب2 والار الداخليه بنص، 2 في نص بـ1، 12 ناقص 1 بـ11 فولت، الاختيار رقم دي. سؤال 203: في الشكل المقابل دائره كهربيه، فان قيمه المقاومه ار هتساوي كم؟ التي تجعل فرق الجهد بين طرفي البطاريه اي بيساوي 0. نخلي فرق الجهد هنا كده بيساوي 0. هو فرق الجهد على البطارية كان القانون بتاعه ايه؟ ال V كان بيساوي VB ناقص IFR، مع انك عايز فرق الجهد ده اللي قدامك ده بيساوي 0، يعني انت عايز مقدار القوة الدافعة الكهربية يتساوى مع المقاومة، مع الجهد الداخلي للبطارية، عايز الاتنين يكونوا متساويين. طب قيمة القوة الدافعة الكهربية بكام؟ بـ10. يبقى انت عايز الجهد الداخلي هو كمان يطلع بـ10. طب الجهد الداخلي ده كان اي في ار سمول، الار سمول بـ5، يبقى انت عايز التيار اللي يمشي في الدايره هنا بـ2 امبير. يبقى انا كده ترجمت المعطى اللي هو مدون، الفي بيساوي في بي ناقص اي في ار، فهو عايز فرق الجهد على البطاريه يساوي 0، وعشان الناتج يساوي 0 لازم الفي بي والاي في ار يكونوا متساويين، عشان لما تروحهم بعض الناتج يطلع بـ0. الفي بي بـ10، يبقى المفروض اي في ار هي كمان تبقى بـ10،
وعشان الاي في ار تبقى ب10 لقيت الار الداخليه ب5، تتضرب في كام عشان تبقى 10؟ تتضرب في 2، يبقى كده التيار بتاع الدايره ب2. ومنها اقدر احسب المقاومه الخارجيه ازاي. اقول له الاي شد التيار، كان القانون بتاعه في بي على ار توتال زائد ار سمول. انا كده وصلت للاي، التيار الدايره طلع ب2 امبير. الفي بي عندك بطاريتين 10 و10 يعني 20، لانهم الاثنين مع بعض في نفس الاتجاه. على المقاومه الخارجيه ما اعرفش هي بكام، المقاومات الداخليه هنا 2 وهنا 5 يعني 7. المعادله دي تتكتب زي ما هي كده على الاله، 2 يساوي شرط الكسر 20 على ار زائد 7، وشفت سولف يساوي طلعت قيمه المقاومه الخارجيه ب3 اوم لاختيار رقم دي 204. فهو من الأسئلة الذكية جدا 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 جدا. بس قبل ما نبدأ فيها أفكرك بحاجة. فاكر الدائرة اللي كان عندك فيها بطاريتين؟ يعني مثلا إيه لو سمينا دي في واحد مثلا ودي في اتنين مثلا، وهنا في في تلاتة، فكنا بنقول إن في تلاتة ده بيساوي في واحد زائد في اتنين، وكنا بنسميه فرق الجهد على المصدر. وبالحسابات لقيناها، هو كمان لو في هنا فولتميتر في أربعة، فلقينا إن الفي تلاتة بيساوي الفي أربعة، يبقى فرق الجهد على المصدر يساوي فرق الجهد على الدائره الخارجيه. دي كانت معلومات قديمه، كويس انك افتكرتها. نمسح بقى ايه عشان الرسمه تكون بقى واضحه كده، ونكمل حل. النقطه التانيه بيقول لك ان قراءه الفولتميتر ده بتساوي صفر. احنا اتعلمنا قبل كده من المسألة اللي فوقها ان عشان قراءة الفولتميتر تساوي صفر، والله ده الفي كان بيساوي في بي ناقص اي مقاومتها الداخلية ار واحد، فعشان فرق الجهد ده يساوي صفر لازم تكون الفي بي والاي في ار متساويين. يعني معنى كده ان قيمة الفي بي دي تساوي اي في ار واحد. استفدت انا ايه؟ كل اللي كان طالبه في السؤال بيقولك فإن العلاقة بين المقاومة ار كابيتال والمقاومات ار سمول. ركز معايا كده، فرق الجهد هنا بصفر، لكن على البطارية التانية ما قالش عليه بصفر خالص، ده قال هنا فيه فرق جهد. وبما ان كان عندك في تلاتة بيساوي مجموع الاتنين وده بصفر، يعني كأنه مش موجود، يعني فرق الجهد على البطارية التانية هو فرق الجهد للمصدر كله، عشان فرق الجهد هنا بصفر، وفرق جهد المصدر بيساوي فرق الجهد على المقاومة الخارجية. طب فرق الجهد على المصدر ده هيساوي ايه؟ والله ده بطارية صح، يعني الفي هيساوي في بي ناقص اي في ار بتاعتها اللي هي ار اتنين. ده فرق الجهد هنا على المقاومة، ال V هنا هيساوي I في R، بس هو عايزها بدلالة المقاومة الخارجية والمقاومات الداخلية، مش عايز فيها خالص في بي. ينفع أشيل ال V بي وأعوض عنها بقيمتها؟ قيمتها إيه؟ والله من المعطى الأول إن فرق الجهد على البطارية الأولى دي بصفر، استنتجنا إن ال V بي يساوي I في R واحد، يعني ممكن أشيل ال V بي دي وأحط مكانها I في R واحد ناقص باقي القانون I في R اتنين. دي ال V في الحالة الأولى. وبما انها بتساوي الفي في الحاله الثانيه اللي هي فرق الجهد على المقاومه الخارجيه اللي هي اي في ار، يعني اقدر اساوي المعادلتين ببعض كده واقول لك الفي على البطاريه تساوي الفي على المقاومه، والفي على البطاريه بدلاله الاي كانت اي في ار واحد ناقص اي في ار اتنين يساوي الفي على المقاومه كانت بتساوي اي في ار كابتل. ايه رايك نختصر الاي الموجود عندك هنا، الاي وهنا اي وهنا اي، اختصرناهم مع بعض، في اللي بقى عندك ار واحد ناقص ار اتنين طلعت بتساوي ار، موجودة في الاختيارات اي، موجود عندك ار بتساوي ار واحد ناقص ار اتنين الاختيار رقم الف. السؤال اللي بعده، السؤال 205، في الدائرة الكهربية المقابلة عند غلق المفتاح اس واحد، فين اس واحد اهو، تكون قراءة الفولتميتر هي في واحد، وفين الفولتميتر؟ اه ده فولتميتر بين طرفي مقاومة صح كده، يعني كان في الحالة دي بيقرأ في الحالة الأولى ال V واحد كان هيساوي I في R في هذه الحالة كانت 3R فقط، وخليك فاكر إن احنا عوضنا هنا ب I. وعند غلق S اتنين تكون قراءة الفولتميتر هي V اتنين، إن أنا أقفل ده بس وأفتح ال S واحد، هل التيار هيظل كما هو؟ لأ هيتغير. فليكن سمينا دي I واحد، وهنا فرق الجهد في الحالة التانية هيساوي I اتنين في المقاومة اللي اشتغلت فقط اللي هي الستة R. كمل قراءة المسألة، وعند غلق المفتاح S واحد و S اتنين معا، قفلنا الاتنين معا، هل هيظل التيار I واحد أو هيظل I اتنين؟ لا هيتغير، هنسميه وليكن I تلاتة.
طب المقاومة الكلية لما تقفل دول مع بعض، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم باتنين ار. فإن العلاقة الصحيحة بين قراءة الفولتمترات في واحد وفي اتنين وفي تلاتة هتساوي كام؟ مبدئيا ما تقوليش العلاقة بين شدة التيار والمقاومة علاقة عكسية، لأن فرق الجهد مش ثابت، والدليل إن أنت عندك هنا في مقاومة داخلية لا تساوي صفر، يعني فرق الجهد على البطارية كان الفي بيساوي في بي ناقص اي فار، وإن الجهد على البطارية ده بيتسمى الجهد الداخل. يعني إيه؟ يعني لو داخل من البطارية 10 فولت هتتوزع على الموجودين، داخل منها 20 فولت هتتوزع على الموجودين تتجزأ توالي، داخل منها 50 فولت برضه هتتجزأ توالي. يعني كده الجهد على البطارية ده يساوي الجهد الداخل، والجهد على البطارية علاقته بالتيار علاقة تناقصية، يعني كل ما التيار يقل فرق الجهد ايه اللي يحصل له؟ يزيد. جميل أوي. وكل ما فرق الجهد الداخل يزيد، فرق الجهد على المقاومات هيزيد، والتيار بيقل عند أعلى مقاومة. طيب فين أعلى مقاومة في الحالات دي؟ والله لما قفلت المفتاح في الحالة الأولى كانت عند المقاومة بتلاتة آر، لما قفلت المفتاح في الحالة التانية كانت عند المقاومة بستة آر، لما قفلت المفتاح في الحالة التالتة كانت عند المقاومة باتنين آر. أنا ملاحظ إن أعلى مقاومة الستة آر، اللي هي عند غلق المفتاح اتنين، يعني ده أعلى مقاومة، وبالتالي أقل تيار، إذن هو أعلى جهد على البطارية وأيضا أعلى جهد على المقاومة، يبقى الفي اتنين أكبر واحد، يليه تلات واحد ولا تلاتة؟ لا الواحد شايف عنده تلاتة آر، واللي التلاتة ده عنده اتنين آر، يبقى لو هرتبهم هقول له أعلى مقاومة هو أقل شدة تيار، هو أعلى جهد داخل، ولما الجهد الداخل يكون زيادة أو يكون كبير الجهد على المقاومات أيضا هيكون كبير. إذا لو هرتبهم هيبقى في اتنين أعلى مقاومة، ثم ال في واحد، وأقلهم هو ال في تلاتة. يبقى الجهد الداخل هيساوي الجهد المتوزع على المقاومات، والجهد الداخل هو الجهد على البطارية وعلاقته بالتيار علاقة تناقصية. يبقى عايز أعلى جهد داخل، يبقى عايز أقل تيار، وأقل تيار ده يعني عند أعلى مقاومة. السؤال اللي بعده، عفوا الاختيار هنا يبقى في اتنين في واحد في تلاتة اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال 206، الأشكال التي أمامك تمثل ثلاثة دوائر كهربية تحتوي على عدة مقاومات متماثلة، وكان فرق الجهد على المقاومة على المقاومات كي وإل وإم متساوي، فروق الجهد متساوي، يعني فرق الجهد على المقاومة في هو فرق الجهد على المقاومة إل هو فرق الجهد على المقاومة إم. فين العلاقة بين القوة الدفع الكهربية في الدوائر الثلاثة في كام؟ مبدئيا كده أنا ملاحظ إن مفيش مقاومات داخلية، ومجرد جبل ال VB بس، معنى مفيش مقاومات داخلية يعني ال V بتساوي ال VB. أدي أول نقطة. تاني نقطة، تعرف تحسب فرق الجهد؟ أقول له أه. هو بيقولك الشكل الذي أمامك يمثل دوائر كهربية تحتوي على مقاومات مالها متماثلة، يعني لو المقاومة دي R فالمقاومة دي R زيها بالظبط، وكل عرف لو المقاومة دي والمقاومة دي مش دول توالي مع بعض والمقاومات متساوية، فلو دي أخدت V من الجهد دي تاخد V زيها، ويبقى قوة الدفع بتساوي 2V. طب نخش اللي بعدها، المقاومات متماثلة دي R ودي R ودي R، الاتنين دول توازي مع بعض، يعني المحصلة هنا بقت بنص R، والR والنص R توالي مع بعض، لو دي أخدت V دي تاخد قد إيه؟ نص V، لأن فرق الجهد بيتجزأ توالي طرد مع المقاومات، إذا القوة الدفع الكهربية 1.5V. طب هنا المقاومة M توازي مع المصدر، يبقى لو كانت المقاومة M عليها فرق الجهد في V فالمصدر هو كمان ب V، يبقى كده لو هرتبهم الواحد أكبر حاجة ثم الاتنين ثم التلاتة، يبقى في بي واحد أكبر من في بي اتنين أكبر من في بي تلاتة، واحد اتنين تلاتة، الاختيار رقم ألف. سؤال 207، الشكل الذي أمامك يمثل دوائر كهربية تحتوي على مقاومات متساوية وتتصل ببطاريات لها نفس القوة الدفع ومهملة المقاومة الداخلية، فإن العلاقة بين التيارات المرة في كل من المقاومات. هقول له التيار كان بيساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول، فما فيش ار سمول، يبقى لو هحسب الاي هنا هقول له الاي هيساوي عندك كم قوة دفع، في بي وفي بي، يبقى 2 في بي على المقاومات ار وار، والاتنين متماثلين وتوالي مع بعض يعني بقت 2 ار، وهو طبعا عايز التيارات ايه؟ المرة في كل من المقاومات K و L و M، فكده بيمر به تيار كلي قيمته 2 في بي على 2 R، راحت الاتنين مع الاتنين اتبقى في بي على R، يبقى كده تيار ال K هيساوي في بي
على ار، ادي اول واحد. تعال نروح للال، هل الال بيمر به تيار كلي؟ لا، ده تيار فرع، وطبعا مفيش تيار فرع غير بعد ما تحسب التيار الكلي. فبحسب التيار الكلي وبعد كده جزأ، اقول له التيار الكلي في بي على ار، هنا في بي وهنا في بي، يبقى 2 في بي. طب قيمه المقاومات اللي عندك دي بكام؟ هقول له دي ار ودي ار توالي مع بعض، يبقى 2 ار مع الار دي توازي، فكده 2 ار في ار على مجموعهم 3 ار، 2 ار في ار ب2 ار تربيع على مجموعهم 3 ار، فتروح الار مع التربيع بقت 2 على 3 ار، 2 على 3 ار، تلاقي الاتنين دي راحت مع الاتنين دي، ومقام البسط طلع مقام، فبقت 3 في بي على ار. 3 في بي على ار وقفت عند الباب هنا كده، باب نقطة تجزئة وعايزة تتجزأ، هنا ار وهنا 2 ار، مش كده هتتجزأ تلت وتلتين؟ ارجع كده لدرس توصيل المقاومات والنسب، حتى لو بطيخة عوض بقانون تيار فرع، اي فرع بيساوي اي توتال في ار توازي على ار فرع، او النسب. اقول له دلوقتي انا عندي 3 مقاومات، المقاومة الصغيرة تاخد تيار كبير، والمقاومة الكبيرة تاخد تيار صغير، فالمقاومة الصغيرة هتاخد تلتين التيار، والمقاومة الكبيرة تاخد تلت التيار، فتلت 3 في بي على ار، يبقى هنا في بي على ار، يبقى كده انا حسبت اي ال فطلع بفي بي على ار شبه الكي. طب تعال نروح للام، الام ايضا تيار فرع، فما اقدرش احسب تيار الفرع، لازم احسب التيار الكلي. القوة الدفع الكهربية عندك 3 في بي اعلى. المقاومات اللي عندك لو دي ار وهنا ار وهنا ار، دول كده توازي مع بعض بنص ار، مع الار يبقى 1.5 ار، 3 على 1.5 2، يعني بقت 2 في بي على ار. التيار الكلي اللي ماشي في السلك ده قدامك كده 2 في بي على ار، يجي عند النقطة دي ويتجزأ، هنا ار وهنا ار، ف 2 في بي على ار تتجزأ لنصين بالظبط، فيبقى فوق في بي على ار وتحت في بي على ار، كده يبقى ال 2 في بي على ار اتجزأت لنصين. ايه ده، طلع برضه في بي على ار، كده الاي ام في بي على ار، كده التيارات مالها متساوية، التلات تيارات او التلات تيارات، يبقى الاختيار رقم ده. سؤال 208، الشكل الذي أمامك يمثل دائرتين كهربيتين تحتويان على مقاومات متساوية وبطاريتان لهما نفس القوة الدفع ومهملتا المقاومة الداخلية، فإن النسبة بين قراءتي الفولتمترين في الدائرتين في واحد وفي اتنين. تعال كده نقرأ الدائرة واحدة واحدة، نروح عند في واحد، انت فرق جهد على مقاومة، والفي اتنين فرق جهد أيضا على مقاومة. أنا ملاحظ إن المقاومة دي توازي مع البطارية، والبطارية ملهاش مقاومة داخلية، يعني فرق الجهد على البطارية يساوي في بي، يبقى بالتالي الفي واحد هو كمان في بي، لأنه توازي مع البطارية وفرق الجهد على التوازي ثابت بدون أي حسابات، يبقى كده الفي واحد طلع بتساوي في بي. طب نروح للفي اتنين، الفي اتنين فرق الجهد على المقاومة أيضا توازي مع البطارية، ولكن البطارية هنا معاها مقاومة، المقاومة اللي متصلة مع البطارية دي عشان تحط هنا فولتميتر عليهم كلهم كده، فهتتعامل مع المقاومة دي كأنها مقاومة داخلية للبطارية، يعني فرق الجهد عليها الفي هيساوي في بي ناقص التيار المفروض يخرج من البطارية في ار اللي موجودة عندك دي. طب التيار اصلا مش موجود، ايه رايك نعوض عنه؟ بما اني كنت دايما قاعد بغني لك في حصه الشرح مفيش فرق جهد بدون شد التيار، مفيش فرق جهد بدون شد التيار، فتيجي نحسب شد التيار. شد التيار كان القانون بتاعه الاي بيساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول، الار توتال في عندي هنا ار وفوق كده ار، والاتنين دول توازي مع بعض لانهم مشتركين معا في نقطه البدايه ونقطه النهايه، فار وار يعني نص ار. اما الار المتصل بالمصدر دي فبتعاملت معاها معامله المقاومه الداخليه، يعني كده بقت نص ار زائد الار، يعني كده الاي بيساوي في بي على 1.5 ار، فتيجي تعوض كده بيه في القانون ده هتلاقي الفي بي، الفي بي يساوي في بي ناقص الاي، هتحط مكانه في بي على نص وار، يعني 1.5 ار مضروبه في مين، في الار، تروح الار مع الار، كده عندك في بي ناقص في بي على 1.5. المفروض الفي بي اللي قدامك دي لو عايز توحد المقامات عشان تقوم بعملية الطرح، لو دي مقامها 1.5 يعني البسط 1، أما الواحد ده ينفع يتكتب هنا 1.5 على 1.5، ولما المقامات تكون متوحدة 1.5 في بي ناقص في بي يدينا نص في بي، يبقى فرق الجهد على البطارية 1.5 في بي على ناقص
في بي بقت نص في بي، والمقام المشترك بتاعهم كان كام؟ 1.5. نص على 1.5 اللي هي تلت، يعني اقدر اقول له ان الفي 2 هيساوي في بي على 3. هات بقى النسبة ما بينهم. اقول له النسبة الفي 1 طلع معايا في بي مباشرة دون اي مقاومات، اما الفي 2 بعد حسابات ومعاملة المقاومة المتصلة مع البطارية ومعاملة المقاومة الداخلية طلع بفي بي على 3. كده اقدر اقسمه، اذا في 1 على في 2 هيساوي في بي على في بي على 3، ومقام المقام بيطلع بسط، والفي بي تروح مع الفي بي، يبقى عندك 3 الى 1، 3 الى 1 اللي هي 3، والاختيار رقم د. السؤال 209: الشكل السابق يمثل ثلاث دوائر كهربية تحتوي على مقاومات متساوية، فإذا كان فرق الجهد عبر المقاومة X وY وZ على الترتيب هو V واتنين V وV واتنين V، X فين؟ فين المقاومة X؟ هنا V، والمقاومة Y أيضا بـ V، والمقاومة Z باتنين V، فإن قيم القوة الدفع الكهربية VB في كل دايرة هتساوي كام؟ مبدئيا كده ركز معايا، شايف قوة الدفع الكهربية بطارية اهي، وقال لك المقاومة الداخلية لها بتساوي صفر، أو حتى لو ما كتبهاش خلاص اتعامل معاها إن هي بصفر. وبما إن المقاومة الداخلية بصفر، إذا فرق الجهد عليها هو قيمة الـ VB. طيب أنا عندي هنا مقاومة R وكمان مقاومة R، ده هي أخدت V، يبقى دي زيها V بالظبط، يبقى الفرع ده كله فرق الجهد عليه بكام؟ شاطر، باتنين V، اللي هو فرق الجهد على المصدر، لأن الفرع ده وفرع البطارية توازي معانا، وفرق الجهد ثابت على التوازي، يبقى الـ V 1 هيساوي الـ V باتنين، يبقى كده الفي بي 1 هتساوي 2 في. طب نروح للبطارية التانية. البطارية التانية مقاومتها الداخلية بصفر، متصلة مع الفرع اللي فيه المقاومة واي، فالفرع اللي فيه المقاومة واي بالكامل توازي مع المصدر، فأقول له لو الفرق الجهد على الفرع ده في، يبقى فرق الجهد على البطارية دي في أيضا، يبقى كده الفي بي 2 بتساوي في. ركز بقى في المسألة اللي جاية دي عشان مهمة شوية، شويتين، تلاتة، أربعة، على قد ما تقدر يعني. واحد يقول لي إيه الأر دي؟ توازي مع الأر، توازي مع الأر، فلو هنا 2 فولت يبقى هنا 2 فولت يبقى هنا 2 فولت. هقول لك الأفرع المتصلة على التوازي فرق الجهد عليها ثابت، والفرع اللي فيه المقاومة زد ما انتهاش على المقاومة أر، ده كان فيه معاه بطارية، يبقى أنت بتتكلم على الفرع ده بالكامل. طب فرق الجهد على الفرع ده بالكامل بكام؟ معرفش. ده بتقدر تحسبه؟ والله لو همشيها بقى توازي وتوالي زي ما انت كنت ماشي من شويه هيبقى صعب عليا شويه، لكن ممكن اعمل ايه؟ اقول له انا اقدر احسب فرق الجهد على المقاومه دي وفرق الجهد على المقاومه دي. ده بتحسبهم ازاي؟ اقول له المقاومه ار والمقاومه ار توازي معا، يعني اقدر احسب فرق الجهد على واحد فيهم واقول لك الاثنين متساويين. طيب المشكله هتحسب فرق الجهد على واحد فيهم ازاي؟ انت مش عندك هنا فرق الجهد على المقاومه ار دي ب 2 فولت؟ تقدر تحسب شده التيار اللي خارج منها؟ ايوه، الاي كان بيساوي في على ار، فالفي هنا ب2 فولت على ار، التيار يبقى ماشي يوصل لحد النقطه دي هيتجزأ بالتساوي، الاتنين في على ار تلاقيه دخل هنا في على ار ودخل هنا كمان في على ار. تقدر تحسب فرق الجهد على الفرع ده؟ ايوه، مش الفرق الجهد كان بيساوي اي في ار، لما تضرب في على ار في ار هيتبقى في. المفروض من معلوماتك القويه على مدار الفصل انك تقدر تجمع الجهود عادي جدا. يعني ازاي اجمعها؟ هقول اولا فرق الجهد على التوازي ثابت، فهنا فرق الجهد طلع ب V وهنا فرق الجهد طلع ب V، ففرق الجهد على التوازي ما بيتجمعش ولا بيتجزأ، هو المجموعه دي كده على بعضها فرق الجهد عليها V، المجموعه اللي هي المقاومتين R دول. طب المجموعه دي توالي مع الاثنين R، توالي مع الR اللي عليها فرق الجهد 2 V، وفرق الجهد على التوالي بيتجزأ، هنا 2 V وهنا V، لو رسمنا الدايره بالشكل ده المقاومه R اهي كان عليها فرق الجهد ب2 في، وفي هنا مقاومتين ار وهنا البطاريه، دي نفس الرسم، فرق الجهد على المجموعه دي طلع ب في، وفرق الجهد هنا ب2 في، كده فرق الجهد على الدائره الخارجيه ب3 في، يبقى فرق الجهد على المصدر هو كمان ب3 في، يعني فرق الجهد هنا ب3 في وهنا كان باتنين في، هو كان بيقول ايه رتبهم ولا احسب؟ فالفي بي 1 طلع باتنين في، فاتنين في موجودة في اختيارين،
الفي بي 2 طلعت بفي، فالفي موجود ايضا في 3 اختيارات. الفي بي 3 طلعت ب 3 في، فال3 في مش موجوده غير في اختيار واحد، يبقى الرقم جيم اتحققت فيه كل الاجابات. عارفين ممكن واحد توب جينيوس يقول لي بقول لك ايه، انا خدت بالي من حاجه، ايه هي؟ وانت بتعيد رسم المساله تاني، هو مش فرق الجهد بيتجزأ على التوالي؟ كان من غير ما مجزأ تيار، مش دي المقاومه دي كانت ار ودي كمان ار ودي ار، يعني المقاومه الكليه هنا ار وكان عليها فرق الجهد 2 في. اه طيب فرق المقاومه هنا محصلتها بكام؟ نص ار. يقول لي خلاص يبقى فرق الجهد يقل للنص بقى، انت تعب نفسك ليه وبتجزأ التيار؟ قلت لك انا جزأت التيار الاول عشان امشي مع الرسمه واتخيلها معاك. تخيل كده لو كنت اول مره قلت لك لا هنرسمها بالشكل ده كنت تهت مني. كده انت وصلت لمرحله ان دماغك بدأ يوصل لها كل الافكار والمصطلحات والقوانين والتخيلات كمان. وفرق الجهد 2 في هنا بقت في عشان فرق الجهد بيتجزأ على التوالي، ويبقى كده فرق الجهد على الدائره الخارجيه كلها 3 في. خلاص يبقى ده فرق الجهد على المصدر. انتهى السؤال، يلا نخش على الصفحه اللي بعدها. سؤال 210، أمامك دائرتان كهربيتان، فإذا كانت قراءة الأميتر E1 هي 2 أمبير، ولو ركزت هتلاقي الأميتر ده بيمر بيه تيار الدايرة، يبقى ده التيار الكلي شدته 2 أمبير. فإن قراءة الأميتر E2 هتساوي كده، وقال له والله عشان أحسب شدة التيار وده أيضا تيار كلي، فكان التيار بيساوي VB على R توتال، فالR توتال هنا بنص R. فبدل ما اقول له نص ار ومقام المقام، لا ده نطلعها على البسط كده ونشيلها من المقام، الاتنين اللي في المقام دي، فمقام البسط بيطلع المقام، يبقى المفروض شدة التيار اللي هيمر بها 2 في بي على الار. بتيجي نشوف ال 2 امبير اللي هنا تترجم بكام في بي على الار، ال 2 امبير دي تعال نترجمها بكام في بي، فمش التيار هنا في بي على الار، هنا في بي وهنا في بي، يبقى مجموعهم 2 في بي لان الاتنين مع بعض في نفس الاتجاه على المقاومة الخارجية، ما كانش في غيرها، كان المفروض الاتنين دول كده على بعض محصلتهم باتنين امبير، يبقى 2 في بي على ار باتنين امبير. طب هنا كمان 2 في بي على ار يبقى ايضا 2 امبير. سؤال 211، في الشكل المقابل عند غلق المفتاح كي تزداد قراءة الاميتر للضعف، فإن قيمة المقاومة الداخلية للبطارية هتساوي كام؟ عندك مسألة فيها مجهولين، فيها قيمة الـ VB وفيها قيمة الـ R، وغلق وفتح المفتاح هيغير من المقاومة الخارجية. ارجع كده المبدأ عند استبدال المقاومة الخارجية مع ثبوت المصدر، كنا بنكون معادلتين بصيغة ان الـ VB بتساوي I total في R total زائد R small، ويلا اتعامل مع المسألة، كون معادلتين وحلهم مع بعض. المعادلة الأولى، أنت بتقول لي عند غلق المفتاح، تعال نكون معادلة والمفتاح مفتوح. هقول لك الـ VB هتساوي، أنت بتقول عند غلق المفتاح يزداد التيار للضعف، يعني في الحالة الأولى عند الفتح لو كان التيار بأي فيبقى عند الغلق التيار هنعوض عنه باتنين أي. VB هيساوي أي في R total والمفتاح مفتوح، يعني المقاومة 3 دي مش شغالة، 6 بس هي اللي شغالة، زائد المقاومة الداخلية R small. في الحالة التانية عند الغلق الـ VB مش هتتغير ولكن التيار هيصبح الضعف، والمقاومة الخارجية التلاتة كده والستة بتوازي مع بعض محصلتهم باتنين زائد المقاومة الداخلية بره. كده عندك المعادلة الأولى والمعادلة التانية، ما تيجي نساويهم ببعض، بما إن الطرف الشمال يساوي الطرف الشمال يبقى الطرف اليمين يساوي الطرف اليمين، ويبقى I في 6 زائد الـ R تساوي 2 I في 2 زائد الـ R، طرح الـ I مع الـ I، 6 زائد الـ R يساوي 2 في 2 زائد R. بدل ما أقولك بقى وسطين في طرفين وعد من الشمال لليمين، أنت تكتبها زي ما هي كده على الآلة، 6 زائد الـ R، في الـ R هنسميها المجهول بتاعنا، يساوي هنا 2 مضروبة في قوس بداخله 2 زائد الـ R، فالـ R هي المجهول بتاعنا، افرق قوس شيفت صلف يساوي، طلع قيمة الـ R باتنين، الاختيار رقم ألف. الصورة رقم 212، طبقا للمعطيات في الشكل المقابل فإن قيمة شدة التيار I بكام؟ فين التيار I؟ أهو تيار مار بالبطارية، إذا هو تيار كلي، تيار المار بالبطارية هو تيار كلي. عشان أحسب الـ I total، فالـ I total بتساوي VB على R total زائد R small. الاي تساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول. تعال نشوف ايه اللي موجود معانا وايه اللي مش موجود. الفي بي موجود على الرسمه ب 30، المقاومه الداخليه 1، ده بالار توتال الرسمه،
إلى حد ما الرسمة مش منظمة، ما تيجي نعيد ترقيمها عشان نعرف نحسبها من مرة واحدة. التيار خارج، أول مقاومة قابلتني هي 3، فتيجي نسمي كده قبل دخول المقاومة 3 بـ1. عدينا من المقاومة 3 في النقطة، التيار بقت 2 وأنا واقف عند 2. ممكن أقول إن الفرع ده اللي هو 8 و4 12 مع بعض. ممكن أعديها بقى إيه مقاومة مقاومة زي الناس المبتدئة، يعني أقول إيه 2 عدت على 8 بقت 3، ثم عدينا على 4 بقت نقطة تانية. أو ممكن ناخد الفرع ده كده كمقاومة 12 وأقول بدأ من 2 فانتهى مثلا عند 3 اللي هي النقطة دي. يبقى كده التيار دخل الدايرة من نقطة 2 وخرج من نقطة 3. فلما تعيد توصيل الدايرة كالآتي: أول مقاومة عندك هذا البطارية 30 فولت، ومقاومتها الداخلية 1 أوم. أول مقاومة قابلتني من النقطة 1 للنقطة 2 كده المقاومة 3 أوم. ثم من النقطة 2 للنقطة 3 اللي هي التيار هيدخل مرة تانية على البطارية، كان فيه المقاومة 4 تصل من 2 لـ3. والمقاومة 6 أيضا تصل من 2 لـ3. والمقاومة 8 و4 اللي هي المفروض المقاومة 12 أيضا تصل من 2 لـ3. كده بقى عندك 3 مقاومات مع بعض توازي، تقدر تخلصهم يا إما كل 2 مع بعض حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، أو تخلصهم بالقانون التقليدي. وأنا دايما بفضل أخلصهم حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. 4 × 6 × 4 = 6، طلعت 2.4. 2.4 مع 12 طلع بيساوي 2. المجموعة دي كلها كده ب2، المجموعة دي ب2 مع 3 توالي، يبقى كده المقاومة الكلية ب5. يعني لو رحت للقانون بتاعك فالاي هيساوي الفي بي كانت ب30، المقاومة الكلية ب5، المقاومة الداخلية ب1، كده 30 × 6 تطلع ب5 أمبير لاختيار رقم ألف. سؤال 213: 5 مقاومات 10 و20 و30 و40 و50 أوم متصلة بمصدر كهربائي، نسى حاجة. يا عم متصلين توالي ولا توازي؟ مالش. طب هل هيبقى زي الشكل اللي أنا قلته لك في توصيل المقاومات، هيديك مثلا علامة زي فروق الجهد أو علامة زي شدة التيار؟ لا، السؤال ده يعني إلى حد ما مطرقع شويتي، معتمد على إنك طالب هرست كل أفكار توصيل المقاومات وقادر تتعامل مع أي أفكار جديدة. متصلة بمصدر كهربي مقاومته الداخلية 10 على 3 أوم، فكانت شدة التيار المر في كل مقاومة من المقاومات اللي موجودة قدامك دي 1 أمبير. فواحد ذكي قال لي خلاص يبقى كلهم توالي، تعالوا كده كمل. وكانت شدة التيار الكلي المر بالدايرة هي 3 أمبير، فإن قيمة القوة الدفع للمصدر. تعال كده نتخيل مع بعض المسألة كرسمة. يعني مثلا لو دي البطارية قوتها الدفع الكهربية في بي، معرفش هي بكام، مخرجة تيار شدته 3 أمبير، ازاي هتبقى المقاومات دي معاها على التوالي ويمر بها 1 أمبير؟ ما ينفعش. ده كده معنى كده ان التيار الكلي 3 أمبير الجذب لكل مقاومة هيمر بها 1 أمبير. طب لو وصلنا دول كلهم على التوازي، هل كل واحد فيهم هيمر بهم 1 أمبير؟ والله التيار كان بيتجزأ على التساوي في حالة المقاومات المتساوية فقط، والمقاومات هنا مش متساوية. لكن ممكن نعمل ايه؟ ركز كده معايا في طريقة التوصيل دي، يعني ايه الى حد ما رخمة شوية كمسألة ولكن هتلاقيها ظريفة جدا. 10 و20 و30 و40 و50، لو لاحظت ان انت ممكن تجمع الـ20 والـ30 دول مع بعض كده بقوا 50، والـ10 والـ40 دول مع بعض كده بقوا 50، والـ50 دي لوحدها، واعملهم 3 أفرع على التوازي متساويين.
طبعا انا ما عملتهاش على مره واحده، لا ده انا جربتها اكتر من مره عشان اوصل ان يكون في عندي افرع متساويه عشان التيار يتجزأ على هبه التساوي، وكان عندي 3 امبير وكل فرع يمر بيه 1 امبير، فمعنى كده ان انا محتاج 3 افرع متساويين. فجزأتهم كالتالي، حطيت المقاومه 50 في الفرع الواحده، والمقاومه 10 مع المقاومه 40 في فرع، والمقاومه 20 مع المقاومة 30 في فرع، وقفلنا الفرع. كده بقى انت متأكد ان 3 امبير لما تيجي ده هيدخل في 1 امبير، وهنا كمان 1 امبير، وهنا 1 امبير. كمل السؤال، فإن القوة الدافعة الكهربية للمصدر هتساوي كام؟ عشان تحسب ال VB، فكان في عندك قانون بيقول ان ال IB يساوي VB على R total زائد R small، وممكن تحسبها من قانون ال VB كان بيساوي I total افتح قوس R total زائد R small. كل الطرق هتؤدي لنفس الحل. عايز تحسب ال VB فدي مجهولة، ال I total كان بـ3، ال R total عندك الأفرع كلها على التوازي معا، الفرع ده 50 والفرع ده 50 والفرع ده 50، واحدة منهم على عددهم 50 على الـ3 طلع بيساوي 16.67%، زائد المقاومة الداخلية. ادانا المقاومة الداخلية بـ10 على الـ3، يبقى 3 افتح قوس 16.67% زائد 10 على الـ3 اقفل القوس يساوي، طلع بيساوي 60.1%، يعني 60 فولت، الاختيار رقم ألف. سؤال 214، إذا كانت القوة الدافعة الكهربية لمصدر هي 8 فولت، فإن فرق الجهد بين طرفيه في حالة عدم مرور تيار كهربي، قلنا فرق الجهد بيسمى القيمة العظمى في هذه الحالة وبيتساوي مع القوة الدافعة الكهربية. لو القوة الدافعة الكهربية 8 فولت، فأيضا فرق الجهد 8 فولت. النسبة بين فرق الجهد بين قطبي بطارية إلى قوتها الدافعة الكهربية في حالة عدم مرور تيار كهربي، قلنا الاتنين متساويين. إمتى؟ في حالة عدم مرور تيار كهربي. النسبة بين فرق الجهد، النسبة بين فرق الجهد بين قطبي بطارية لقوات الدفع الكهربية المرة دي في حالة مرور تيار كهربي. الحالة المعتادة إن دايما بيكون فرق الجهد أقل من القوة الدفع الكهربية، لكن في حالة عدم مرور تيار كهربي الاتنين بيكونوا متساويين، وفي حالة الشحن يزداد فرق الجهد على القوة الدفع الكهربية، وتقدر تسمع ملخص أم للدوائر المغلقة في الفيديو اللي فات. يبقى في الحالة دي النسبة بين فرق الجهد، يعني فرق الجهد هو اللي هيكون في البسط، إلى قوته الدافعة الكهربية هتكون هي اللي في المقام. البسط أقل من المقام، يبقى النسبة أقل من الواحد الصحيح. يزيد فرق الجهد بين طرفي بطارية عن قوة الدافعة الكهربية في حالة الشحن فقط. سؤال 218، بيقول الشكل المقابل يبين العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار، والعلاقة المرة دي علاقة تناقصية، يبقى أنت بين قطبي بطارية. بين قطبي عمود وشدة التيار المر في دائرة كهربية، فإن الاختيار الصحيح لقيم القوة الدافعة الكهربية. كنا بنقول إن الفي بين قطبي بطارية بتساوي في بي ناقص اي فار. كنا بنفتكر على طول معادلة الخط المستقيم ص بتساوي ميم سين زائد جيم، بس المرة دي هنا ناقص ونخليها ناقص جيم، ده اللي تناقصي. الفي أي مدور الصاد، مين اللي على محور سينات شدة التيار؟ يبقى ده السين، ودايما اللي مضروب في السينات هو الميل، يبقى الميل هو المقاومة الداخلية. أما اللي قاعد لوحده من غير لا صلات ولا سناك كنا بنسميه الحد المطلق أو الجزء المقطوع من محور صلات، فعندك ال VB هي الجزء المقطوع من محور صلات، إذا قيمة ال VB بـ12. أما المقاومة الداخلية اللي هي الـ R small هي الميل، والميل كان بيساوي قيمة الجزء المقطوع من الصلات على قيمة الجزء المقطوع من السنات، قطع 12 من الصلات على 6 يبقى 2، يبقى كده ال VB بـ12، فـ12 موجودة في 3 اختيارات. المقاومة الداخلية طلعت باتنين، فاتنين موجودة في اختيار واحد فقط، يبقى أكيد الاختيار رقم ب. أما شدة التيار المذكور قدامك لما كان فرق الجهد بـ9، لو عوضت في المعادلة اللي قدامك دي ممكن أحسب منها شدة التيار اللي هي الـ V بتساوي في بي ناقص أي فار. واحد يقول لي لأ، في على فكرة في شدة التيار الـ I بيساوي في بي على R توتال زائد R small، كنا بنحل بيها كل المسائل. هل عندك هنا R توتال؟ عند مقاومة كلية؟ لأ. تيجي نعوض في المعادلة دي، الـ V قال لي خده بـ9 فولت تساوي ال VB قيمتها مش هتتغير بـ12 ناقص ال I، ده مجهول بالنسبة لك، ال R small لسه حاسبينها من شوية بـ2، بقت معادلة واحدة في مجهول واحد. 9 يساوي
12 ناقص المجهول بتاعنا اي مضروب في 2 ولا شيفت صلب يساوي، طلعت بواحد ونص، الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعده، في دائرة الموضحة بالشكل إذا احترقت فتيلة أحد المصباحين، رحنا عند مصباح كده حرقناه، مش كده الدائرة بالنسبة لك بقت دائرة مفتوحة ما عادش هيمر فيها تيار كهربي نتيجة إن المصباح ده اتكسر. معنى كده قراءة الفولتميتر إيه اللي يحصل لها؟ اتفقنا إن في الحالة الطبيعية إن الفي بي بيكون أكبر من الفي، ولكن لما يكون التيار بصفر فرق الجهد بيزداد إلى أن يتساوى مع القوة الدافعة الكهربية. يبقى في الحالة الأولى كان بيمر تيار كهربي فكان الفي أقل من الفي بي، لكن في حالة عدم مرور تيار كهربي أصبح الفي يساوي الفي بي، يعني فرق الجهد زاد. 220، في الدائرة الموضحة عند زيادة آر واحد، فإن قراءة الفولتميتر إيه اللي يحصل؟ شايف الآر واحد مكانها فين؟ والفولتميتر بين طرفي بطارية، لما زود الآر واحد شدة التيار يقل، المقاومة بتأثر على شدة التيار. بما إن فرق الجهد على طرفي بطارية يعني الفي بي يساوي في بي ناقص اي في ار، يعني علاقة تناقصية، يعني لو التيار قل فرق الجهد إيه اللي يحصل له؟ يزداد. أما لو كان مكان المقاومة الداخلية اللي قدامك دي مقاومة لا تساوي الصفر، دي كان جايب مكانها كده ار تساوي صفر بدل لا تساوي صفر، هل فرق الجهد ده كان هيتغير؟ لا، لو كان جايب المقاومة الداخلية تساوي صفر كنت أقول له فرق الجهد ثابت، لكن لا تساوي صفر دي فرق الجهد يتغير. السؤال 221، عند زيادة المقاومة R، بس خد بالك مش زي اللي فات، المقاومة R في الرسمة اللي فاتت كانت مقاومة خارجية، لكن هنا المرة دي المقاومة اللي هتزيد بين طرفي الفولتميتر أهو مع البطارية، يعني مقاومة داخلية، فإن قراءة الفولتميتر إيه اللي هيحصل لها؟ والله ال V كانت بتساوي V B ناقص I فار، لما المقاومة الداخلية تزيد، المقاومة الداخلية هتزيد، هي مش جايبة بعد علامة الطرح، يعني علاقتها بفرق الجهد علاقة تناقصية، لما المقاومة الداخلية تزيد فرق الجهد على البطارية يقل، اختيار رقم 1000. يبقى الفرق بين السؤال ده والسؤال اللي فات ان السؤال اللي فات كانت المقاومة خارجية، لكن هي المرة دي الار هنا مقاومة داخلية، فلما زادت فعلاقتها بفرق الجهد علاقة تناقصية. نقفل الحلقة بتاعتنا هنا عشان الحلقة الجاية نتكلم على قراءة الفولتميتر بالتفصيل. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حساب قراءة الفولتميتر من أكتر النقاط اللي معظم الناس بتختلف فيها كطلبة يعني، وبيحسوا إن هي صعبة، بس إن شاء الله بعد ما نحل أسئلتها مش تبقى صعبة ولا حاجة. دائرة كهربية تحتوي على بطارية وثلاثة مقاومات R1 وR2 وR3 موصلة كما بالرسم، وكانت المقاومة الداخلية للبطارية تساوي R1، والشكل البياني يعبر عن قيم فرق الجهد لكل مقاومة من المقاومات، فإن القوة الدافعة للبطارية هتساوي كام؟ مبدئيا كده، هي الدائرة اللي قدامك دي بيمر فيها تيار كهربي ولا ما بيمرش؟ بيمر، دائرة مغلقة. طب هل المقاومة الداخلية بصفر؟ لا، ده لا تساوي صفر. عارف لو كان توفر شرط مثلا ان كان فرق الجهد، ان كانت المقاومة الداخلية كانت بتساوي صفر مثلا، يعني كنت هقول ان الفي تساوي الفي بي، لكن معنى ان المقاومة الداخلية لا تساوي صفر يبقى ال VB اكبر من ال V. فلما حسبت فروق الجهد على الدائرة الموجودة قدامك، قالك فرق الجهد على المقاومة R1 ب 2 فولت، وفرق الجهد على المقاومة R2 ب 5 فولت، وفرق الجهد على المقاومة 3 ب 3 فولت، يبقى كده فرق الجهد على الدائرة الخارجية 2 و5 و3 10، ده فرق الجهد على الدائرة الخارجية، يعني فرق الجهد على البطارية ب10 فولت. ينفع قوة الدفع الكهربية، قوة الدفع تكون أقل من 10؟ لا، يعني السبعة مرفوضة والتمانية مرفوضة. ده بينفع ال V بي تساوي ال V؟ أقول له في حالة واحدة، لو المقاومة الداخلية بصفر، هي المقاومة الداخلية بصفر، لا يبقى ال10 مرفوضة، مفيش قدامك غير ال12 عشان تكون الفي بي اكبر من الفي. الصورة رقم 223، في الدائرة الكهربية التي امامك فان شدة التيار المار في المقاومة اكس بكام؟ شدة التيار اللي هيمر في المقاومة هو شدة التيار الكلي اللي هيخرج من المصدرين، المصدرين معاك في نفس الاتجاه، فيبقى الاي بيساوي الفي بي، فالفي بي هنا 2 و3 والاتنين معا في نفس الاتجاه، يعني جمع 2 و3 5 على R total ب2،
المقاومة الداخلية هنا 1 وهنا 2 يبقى 3. 5 على 5 طلعت بواحد أمبير لاختيار رقم ب. رقم 224 في الدائرة المقابلة فإن قراءة الفولتميتر هتساوي كام؟ الفولتميتر عندك بين طرفي البطارية وأيضا بين طرفي الدائرة الخارجية. طب فين شدة التيار؟ مفيش شدة تيار. طب هتعامل مع المسألة ازاي؟ تعالى أقولك تتعامل معاها ازاي. شدة التيار مش موجود، انت عندك قاعدة بتقول ان فرق الجهد على البطارية اللي هو في بي ناقص اي في ار يساوي فرق الجهد على الدائرة الخارجية اللي هي اي في ار، فهعوض عن الاي زي ما هو كده. الار هنا ب10 و12 يعني 22، وابدأ اسوي المعادلتين ببعض عشان اقدر اتعامل معهم. الفي بي قيمتها معلومة قدامك هي ب12 فولت ناقص الاي معرفش قيمته، ولكن المقاومة الداخلية ب2 يعني 2 اي يساوي 22 اي. ليه تعاملت بالخطوة دي الأول وسويت فروق الجهد ببعضها؟ عشان أقدر أحسب شدة التيار. يبقى عشان التيار كان مجهول سويت فرق الجهد على البطارية بفرق الجهد بالدائرة الخارجية، كده بقت معادلة في مجهول واحد فقط اللي هو الاي. أقدر أكتبه على الحاسبة بالشكل ده كده، بقول 12 ناقص 2 اي يساوي 22 اي شيفت سولف يساوي طلع قيمة الاي بنص امبير. بعد ما حسبت الاي بنص امبير تقدر تعوض بقى في اي علاقة، سواء كانت الفي بي ناقص اي في ار او ال 22 اي. لو عوضت هنا في بي ناقص اي في ار 12 ناقص نص في واحد نص في اتنين بواحد يبقى كده 12 ناقص واحد ب11، ولو عوضت هنا مكان الاي بنص نص في 22 برضه ب11. يبقى انا سويت فرق الجهد على البطاريه بفرق الجهد على الدائره الخارجيه، مجرد استعملت خطوه رياضيه عشان احسب منها شده التيار المجهول. السؤال 225 في الدائره المبينه بالشكل عند غلق المفتاح كي، اي الخيارات الاتيه يمثل التغير الحادث في قراءه الفولتميتر والاميتر؟ عندك مساله فيها اميتر وفولتميتر، الاولويه للاميتر اولا ثم الفولتميتر. وأسئلة غلق وفتح بنتعامل معاها على مرحلتين، أنت بتقول لي عند غلق أقول له معلش هيبقى فيه قبل الغلق الفتح، فأنا أتعامل مسألة ولا عند الفتح ثم الغلق. قلنا قراءة الأميتر تسبق، فقراءة الأميتر ركز معايا كده، الأميتر بيقرأ التيار المر بالبطارية يعني بيقرأ التيار الكلي، والتيار الكلي كان بيساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول، والمفتاح مفتوح. هل المقاومة 3 اللي تحت دي شغالة؟ لا مش شغالة. يعني التيار في هذه الحالة الـ I هيساوي الـ VB ب7 على R total كانت 3 فقط زائد المقاومة الداخلية بنص، يطلع التيار بيساوي 2 أمبير. أما لو قفلنا المفتاح أصبح 3 والتلاتة مع بعض على التوازي، يعني المقاومة الكلية أصبحت 1.5، يعني الـ I هيساوي VB ب7، الـ R total 3 و3 توازي مع بعض يعني 1.5 زائد المقاومة الداخلية بنص يطلع 3.5 أمبير. كده ايه اللي حصل لقراءة الأميتر بعد غلق المفتاح؟ كانت 2 بقت 3.5، يبقى زادت قراءة الأميتر. أما بالنسبة لقراءة الفولتميتر فهو موجود بين طرفي مقاومة. في حالة الفتح يعني المقاومة اللي تحت دي مش شغالة، كان في الحالة الأولى كان التيار ب2 أمبير، كان الاتنين امبير بالكامل بيمروا داخل المقاومة 3 اوم، ففرق الجهد في هذه الحالة اي في ار 2 في 3 ب6. امتى الكلام ده؟ في حالة فتح المفتاح. لكن بعد غلق المفتاح اصبح التيار الاتنين ده اصبح 3.5، ولكن 3.5 هيمر بالاميتر ويوصل عند النقطة دي، كده الفرع ده شغال والفرع اللي تحت شغال، هيبدأ يتجزأ عليهم بالتساوي، فنص 3.5 هيدخل هنا 1.75% ويدخل تحت 1.75%. أصبح فرق الجهد على المقاومة دي 3 في 1.75%. خمسة 25%، ده بعد الغلق 5 25%. كده ايه اللي حصل لفرق الجهد؟ كان 6 أصبح 5 25%، يبقى يقل، يبقى قراءة الأميتر زادت بينما قراءة الفولتميتر تقل، فتقل وتزداد متوفرة في الاختيار رقم ج. سؤال 226 في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل عند غلق المفتاح ك، فإن قراءة الأميتر وقراءة الفولتميتر ماذا يحدث لها؟ بنفس النمط اللي تعاملنا بيه مع السؤال اللي فات هنتعامل بيه مع السؤال.
تبدأ تقسم المسألة بتاعتك. أنت بتقول لي عند الغلق هبدأ أقسم المسألة بشقين، فتح وغلق. ودايما قلنا قراءة الأميتر لها الأولوية في الحل، فنبدأ الأول بالأميتر. شايف الأميتر هنا موضوعه فين؟ ركز بقى معايا عشان في اختلاف صور عن المسألة اللي فاتت. نبدأ الأول والمفتاح مفتوح. التيار هيخرج من البطارية، المفتاح ده مفتوح مش هيمر فيه تيار، يعني التيار هيكمل بالشكل ده كده. يعني الأميتر مر به التيار الكلي في الحالة الأولى، يبقى الأميتر في الحالة الأولى كان تيار كلي، والتيار الكلي كان بيحسب بدلالة إن الـ I بيساوي VB على R total زائد R small. الـ VB بـ 12، الـ R total ركز معايا كده، المقاومة دي بستة مر بها تيار أهو، والتيار يكمل بالشكل ده كده يخش على التلاتة كده، ستة وتلاتة تسعة، تسعة واتنين 11، والمقاومة الداخلية كانت بواحد أوم كده، 12 على 12 واحد أمبير. ده التيار في حالة الفتح. أما في حالة الغلق لو قفلنا المفتاح، التيار اللي خارج من البطارية يوصل عند النقطة دي ويتجزأ على الستة وعلى التلاتة، فالأميتر بيقرأ التيار اللي هيمر بالمقاومة 6 أوم، يبقى الأميتر هنا أصبح تيار فرع. يبقى في حالة الغلق الأميتر فرع وليس كلي. وعشان احسب تيار الفرع بيتم على خطوتين، انك تحسب التيار الكلي ثم تجزأه. يبقى يتم على خطوتين، الخطوة الاولى نحسب التيار الكلي اللي كان بيحسب من قانون VB ب 12 على R total. هل R total ما زالت 11؟ لا، اتغيرت. التلاتة والستة بقى كده مع بعض توازي، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم باتنين، اتنين مع تلاتة خمسة، خمسة مع الاتنين سبعة، زائد المقاومة الداخلية بواحد كده، 12 على التمانية بواحد ونص كده، خارج من البطارية واحد ونص أمبير. هتوصل عند النقطة دي وتتجزأ. تتجزأ ازاي؟ عكس مع المقاومات، عندك تلاتة وعندك ستة، يعني تلت وتلتين. طبعا مش هرجعك بقى للتجزئة تاني، والناس ما بتعرفش تجزأ النسب، تقدر تروح تجزأ بقانون تيار فرع اللي هو اي فرع بيساوي اي توتال فار توازي على ار فرع. تلت وتلتين، انا داخل واحد ونص امبير، تلتهم يدخل هنا نص امبير، وهنا يدخل واحد أمبير. الأميتر بيقرأ مين؟ بيقرأ تيار الستة أوم، يعني هيقرأ نص أمبير. يبقى الأميتر في الحالة الأولى كان بيقرأ تيار كلي وقيمته واحد أمبير، في الحالة التانية قراءة الأميتر أصبح بيقرأ نص أمبير كده. إيه اللي حصل لقراءة الأميتر؟ من واحد لنص يبقى تقل. أما بالنسبة للفولتميتر، ركز معايا نشوف الاول بقى موضع الفولتميتر فين. موضع الفولتميتر موضوع على المقاومة 3 اوم اللي موجودة قدامي. المقاومة 3 اوم في الحالة الاولى اللي هي حالة الغلق مر بها التيار الكلي، وفي حالة عفوا في حالة الفتح مر بها التيار الكلي، وايضا في حالة الغلق بعد ما التيار اتجزأ على المقاومتين دول وصل عند النقطة دي واتجمع مرة تانية، يعني دخل على المقاومة 3 اوم في الحالتين تيار كلي. يعني التيار الكلي في حالة الفتح، عفوا فرق الجهد في حالة الفتح كان I في R، التيار الكلي في حالة الفتح كان بواحد، واحد في تلاتة بتلاتة. أما في حالة الغلق التيار الكلي كان بواحد ونص، واحد ونص في تلاتة بأربعة ونص كده. إيه اللي حصل لقراءة الفولتميتر؟ شاطر، زادت. يبقى ال V في حالة الفتح كان بتلاتة، ال V في حالة الغلق كان بأربعة ونص، يبقى قراءة الفولتميتر تزداد. يبقى الأميتر يقل فيقل موجودة في اختيارين، وقراءة الفولتميتر تزداد، فالاختيار بقى توفرت فيه الإجابتين. سؤال 227، في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تكون المقاومة الداخلية للبطارية بكام؟ عندي الـ VB بـ 14 وعندي شدة التيار، ولكن هل التيار الموجود ده تيار كلي؟ إيه هتفرق؟ كل قوانين أوم للدوائر المغلقة قائمة على التيار الكلي، والتيار الكلي هو التيار المر بالبطارية. هل الواحد ده هو التيار المر بالبطارية؟ لا، المفروض ان كان في هنا تيار مر بالبطارية وصل عند النقطة دي واتجزأ على فرعين، هنا 4 اوم وهنا 4 اوم، اذا افرع متساوية يبقى التيار اتجزأ بالتساوي، لو دخل هنا واحد فكان هنا في واحد زي، يبقى التيار الكلي كان ب 2 امبير. وكان في عندك قوانين كتيرة جدا، يعني ممكن اشتغل بقانون ان الفي بي كان بيساوي اي توتال فار توتال زائد ار سمول، او اشتغل بالقانون اللي انت بتحب تحل بيه في كل المسائل اللي هو الاي بيساوي في بي على ار توتال زائد ار سمول. عارف ان معظم الطلاب بيحب يحل بالقانون ده، الاثنين واحد. الفي بي عندك على الرسمه هي ب 14، الاي توتال لسه حاسبينه على الرسمه هو ب 2، الار توتال الاربعه والاربعه دول توازي مع بعض محصلتهم واحده منهم على عددهم ب 2،
الاتنين توالي مع الأربعة بقت ستة، زائد المقاومة الداخلية دي المجهول، بقت معادلة واحدة في مجهول واحد. 14 يساوي 2، افتح قوس، 6 زائد الأرض المجهول بالنسبة لك، اقفل القوس، شيفت سولف، يساوي، طلع قيمة الأر بتساوي 1 أوم. الاختيار رقم ب. سؤال 228 بيقول: في الدائرة الكهربية المبينة بالشكل، إذا كانت قراءة الأميتر اللي موضح قدامك ده كده 1 أمبير، ده كده بيقرأ تيار كلي، تكون قراءة الفولتميتر. الفولتميتر ده موضوع على مقاومة، ركز معايا كويس جدا. خدنا في بداية درس توصيل المقاومات إن فرق الجهد ثابت على التوازي وبيتجزأ على التوالي طردي مع المقاومات، فرق الجهد بيتجزأ طردي على المقاومات. ثم أخدنا معلومة في درس أم للدوائر المغلقة إن فرق الجهد على البطارية هو فرق الجهد الكلي على الدائرة، يعني تقدر تقول إن فرق الجهد على البطارية ده بيتجزأ على كل المقاومات المتصلة توالي على الدائرة. طب فرق الجهد على البطارية بكام؟ أقول له الـ V كان بيساوي VB اللي هي بـ10 ناقص I في R، الـ I بـ1 والآر كمان بـ1، طلعت بتسعة فولت، فرق الجهد الكلي بتسعة فولت، يبقى المفروض فرق الجهد على كل المقاومات اللي موجودة دي تسعة فولت. فرق الجهد على المقاومة 3 دي بكام؟ أقول له فرق الجهد على المقاومة كان I في R، داخل لهم تيار 1 أمبير، وهنا المقاومة 3 يعني 1 في 3 بـ3 فولت. لما المقاومة 3 دي تاخد 3 فولت هنا يبقى فيه كام فولت؟ هو أنت مش شايل فرق الجهد الكلي على الدائرة كلها بتسعة فولت؟ أخدنا هنا 3 يبقى لسه هنا 6 فولت، حيث فرق الجهد بيتجزأ على التوالي طردي مع المقاومات. وطبعا لو قال لك قيمة المقاومة دي كام؟ هقول له هو مش فرق الجهد زاد للضعف، يبقى المقاومة كمان زادت للضعف، دي كانت 3 يبقى دي 6 أوم. 229 في الدائرة الموضحة، إذا كانت قراءة الفولتميتر 12 فولت، فإن القوة الدفع الكهربية للبطارية بكام؟ أما يكون الفرق الجهد على المقاومة اللي قدامك دي ب 12 فولت، يبقى فرق الجهد على المقاومة 3 بكام؟ مش التلاتة والستة دول مع بعض توالي دلوقتي، وفرق الجهد على التوالي بيتجزأ طرد مع المقاومات، لما المقاومة تقل للنصف يبقى الجهد عليها كمان يقل للنصف، هنا 12 فولت يبقى هنا 6 فولت. تقدر تحسب القوة الدافعة الكهربية؟ أيوة أقدر أحسبها، إزاي؟ قانون القوة الدافعة الكهربية كان الـ VB بيساوي V زائد I في R، ده كان القانون بتاعها. الـ V فرق الجهد الكلي على الدايرة، ففرق الجهد الكلي على الدايرة 12 فولت و6 فولت يعني 18 كده معايا. ده بالاي موجوده معاك اقدر اجيبها، هو مش فرق الجهد على المقاومه دي 12 والمقاومه كانت 6 والاي كان بيساوي في على ار، 12 على 6 يبقى التيار اللي هنا ده ب2 امبير، يبقى كده معايا التيار. طيب معاك المقاومه الداخليه هي موضحه على الرسم هي ب1 اوم، يبقى كده الفي بي هيساوي فرق الجهد كل 6 وال12 يعني 18 زائد التيار اي في ار، التيار ب2 في المقاومه الداخليه ب1 يطلع 20 فولت، الاختيار رقم جي. سؤال 230 في الدائرة الكهربية التي أمامك، فإن قيمة المقاومة R هتساوي كام؟ فين المقاومة R؟ أهي موجودة تاني؟ أيوة أهي، نجيبها إزاي دي؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا شايف إن التيار اللي خارج من البطارية وصل عند النقطة دي وجزأ، دخل هنا نص ودخل هنا 1، يبقى المفروض بما إن التيار تحول من 1.5 يعني التيار قل للنص، يبقى المفروض المقاومة زادت للضعف، المفروض. فتعال نشوف قيمة الار في القيم الموجودة دي اللي تخلي الفرع الأيمن ده ضعف الفرع الأيسر. لو حطينا هنا 2، تعال نجرب الـ2، لو حطينا هنا 2 بقت هنا 17 وهنا 8، هل 17 ضعف 8؟ لا. طب لو جربنا 3، حطينا هنا 3 كده بقى الفرع ده 18 والفرع ده 9، هل 18 ضعف 9؟ أيوة، يبقى هي 3، فالتلاتة اتكررت مرتين، يبقى كده أنا هشيل R وأحط 3 وأشيل R وأحط 3، الفرع ده كده بقت قيمته 18 والفرع ده قيمته 9 اللي هو 3 و6، كده أنا عملت أول نقطة. النقطة التانية، عايز قيمة الـ VB، هي مش الـ VB كانت بتساوي I total في R total زائد R small؟ تعويض مباشر، الـ I total بكام؟ 1.5؟ لا، التيار الكلي لا 1.5، التيار الكلي اللي غذاهم أصلا هو المفروض كان قيمته 1.5 قبل ما يتجزأ. R total الفرع ده ب18 والفرع ده ب9 والفرعين توازي مع بعض، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، 18 في 9 على 18 زائد 9 طلعت ب6 زائد المقاومة الداخلية ب2
يبقى كده 1.5 في 6 × 2 = 8 طلع بيساوي 12 فولت، فالاتناشر فولت موجودة في الاختيار رقم ب. سؤال 231 في الدائرة الموضحة، إذا كان قراءة الفولتميتر 6 فولت، فإن قيمة المقاومة R اللي قدامك دي بكام؟ الفولتميتر موجود بين طرفي البطارية ومعاها كمان مقاومة، فالمقاومة الموجودة مع البطارية بنتعامل معاها معاملة المقاومة الداخلية. موجود أيضا بين طرفي مقاومة خارجية، يعني أقدر أطبق عليها قانون فرق الجهد بين طرفي بطارية اللي هو الـ VBB ناقص I في R، والمقاومة الداخلية هنا هي R سمول زائد المقاومة 2 اللي موجودة جنبها دي، وأقدر أطبق عليها أقول إن فرق الجهد الـ V يساوي فرق الجهد على المقاومة الخارجية دي اللي هو أيضا I في R. تقدر تستخدم القانوني، ولكن هو طالب هنا مين؟ طالب قيمة المقاومة R، فالـ R بتساوي V على I. الـ V موجودة معانا الحمد لله بستة فولت، لكن هل الـ I موجودة؟ للأسف مش موجودة. طب تقدر تحسبها؟ إلى حد ما أقدر أحسبها. إزاي؟ من قانون فرق الجهد على البطارية. وأنت مش كان عندك القانون بيقول الـ V بيساوي V B ناقص I في R؟ الـ V موجود، والـ V B موجود، والار سمول موجود، والار سمول كمان موجود، يعني كده في معادلة في شدة التيار فقط. أو القانون المستخدم لحساب شدة التيار كان عندك قانونين، قانون بيقول في بي على ار توتال زائد ار سمول، فأنا معيش ار توتال حيث الار مجهولة، وكان في قانون تاني بيقول في بي ناقص الفي على الار سمول، ده قانون لحساب شدة التيار بدلالة فرق الجهد. الفي بي ب 12، فرق الجهد ب 6، على R سمول ده 2 و1، المقاومتين دول داخليتين يعني 3، 12 ناقص 6، 6 على 3 يبقى 2 أمبير. كده أنا حسبت شدة التيار، ومنها تبقى ال R بتساوي V على I، 6 على 2 تطلع ب 3. قوم لاختيار رقم ب.